ضيفنا لهذا الأسبوع في 360 درجة دزاد راح يكون الكوميدي بلال، والمعروف ببلال وبيتشيتشي. ياه كاميرا، مش تعيط دوكا في إيميسيون يكليك زنا طايح سيريا لك. بلال قدر يكسب قلوب الجزائريين من خلال شخصية بيتشيتشي. خوش يا دار ينو شنيس نعين. بيتشيتشي انت مخيط ولا مشري؟ في الجزائر مثلا كان غير بلال بيتشي. تقدر تقول ماشي في الجزائر، تقدر تقول اون افريك، حتى يستعقل باش نزوجو حاجه الاولى. سنة حتى يستعقل. حتى تستعقل. راني حدوش رجال انا قلت لك. سنة انت هكا ياك. بلال حاضر معنا اليوم باش نتقربوا اكثر منه ومن شخصيته، باش نعرفوا اهدافه وطموحاته. سمعنا الهضره على موقع التواصل الاجتماعي انه بلال تانيك يعني تم اقصاء وربما او كان فيه انفلو هكذا. لو طلبت منك زوجتك المستقبليه انك تتخلى عن بيتشيتشي هل ستوافق؟ يعني دوك مازال نزيد نتعلم في الفن هذا، باسكو الفن هذا واسع بزاف وبحر كيما نقولوا احنا، الا دينا قطره من النور انا ملاح. حبيت وانا صغير بطلاج دو 18 اون وضربت سنين وانا هكاك تما ماشي قال لادوليسون. بلال وبيتشيتشي اللي عندهم اكثر من 66 الف متابع على انستغرام، راح يحل كونت انستغرام نتاعهم وراح يتقربوا اكثر من حياته ومن شخصيته. الانستغرام تاعي فيه غير الناس غير اللي يعرفوا قيمه الفن وقيمه لافونت خيلوكي وقيمه بيتشيتشي. كل هذا ياتيكم امسيه الجمعه في الاوقات التاليه. يا عمري سنين يا